بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. وقالت القيادة: تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء.